plaisir de vous voir ici aujourd'hui et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir assister à la conférence de lancement du partenariat entre Montul, la marque historique française spécialisée du lubrifiant moteur de haute performance, et le talentueux pilote de course automobile marocain Mehdi Bnelli. Ce partenariat est né d'un héritage et d'une passion commune pour les sports mécaniques qui réunit Montul et Mehdi Bnelli. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter M. Olivier Desbénard, général manager de Montul, Mme Mouna Benjiloun, la présidente directrice générale de Foramag, et M. Mehdi Bnelli, le pilote de course automobile. دونك ان شاء الله راه بحاليشتي دونك العام اللي داز كنت لعبت بطوله عالميه دبليو بي تي سي اف دونك ان شاء الله تنوجدوا في هذا العام ان شاء الله باش تكون ان شاء الله البطوله في احسن ما يرى. انتم عارفين هذا النيفو هذا ديال البطوله العالميه خصك تكون موجود لها بزاف دونك سي بور سا كو اي حاجه خصها تكون ماكسيموم حيت تعرفوا ديما التدريب تتريني ماكسيموم اي تو مي الطوموبيل خصها هي التدريب ومن التدريب اللي عندها هي نوتامون تو سكي لوبريفيون زيت ولا ايسونس وفين تشوف زعما ليستوار القصه نتاع موتول مع الرياضه الميكانيكيه تتلقى عندهم واحد القصه كبيره مع هذه الرياضه دونك انا عندي فرحه اللي تكون هذه السميه اللي هي موتول معايا في هذه المرحله ديالي ديال البطوله العالميه اللي صنع المهدي بنالي مع موتول كنشوفها بحال جميع اتفاقيات اللي كانوا قبل واللي غادي يكونوا ان شاء الله لان هو كيعطي وكيعطى وباقي العطاء تبارك الله كيشرف الرياضه الميكانيكيه عالميا واوروبيا لان بعد ما كان بيان سور الكورونا في اوروبا تبارك الله عليه دار تيتخ اوروب دونك اي بارتناريا ما كتزيدو غير حماس كتزيدو انه يكون الثقه اكثر في نفسه لان كتكون عنده واحد ثقل كنقولوا بحال تيقول لك ثقل عليه شي حاجه اللي انه خاصو يكون بيان سور امتياز اكثر واكثر والحمد لله راه كاين العطاء وعطى العطاء وكنقول له ان تبارك الله عليه راه الابن ديال المغاربه كلهم زعما اكثر من بطولات العالم اللي داها زعما فريمون في 2016 هذا زعما كيشرف المغرب كيشرف جميع الرياضات الميكانيكيه انا بصفتي ك عضوة في اللجنة الأولمبية لرياضة المستوى العالي كنشوف المستوى العالي مع كل أسف ما بقاش عندنا بزاف في المغرب بون سي فري فرحنا بزاف مع الفوت مؤخرا ولكن كنتظروا أننا يكون عندنا مستوى عالي في رياضات واحد آخرين لما لا يكونوا أبطال عالميين في رياضات بزاف واحد آخرين يفرحونا ويهزوا بالدرابو ديالنا أترافيغ لو موند إن شاء الله لماذا؟ سعيد عمار مدير تجاري لشركة موتول شمال وغرب إفريقيا المركز هنا في الدار البيضاء. بالنسبه للشراكه مع السي مهدي بناني حنا كان عندنا تقريبا هدفين من هذه الشراكه. الهدف الاول هو انه تقريبا لتشجيع السيارات او سباق السيارات الميكانيكيه في المغرب لان تقريبا شفنا بان في خصاص وكان من الواجب علينا يعني تقريبا كموتول ما دام ان احنا متواجدين في جميع السباقات العالميه اللي منها موتو جي بي منها رالي داكار منها مجموعه من الراليات منها السباق 24 ساعه ديال لومون كان لابد ان حنا نكون عندنا واحد الالتزام واحد المساهمه في تطوير رياضه السباقات الميكانيكيه في المغرب هذا الهدف الاول. الهدف الثاني مع السي بناني مهدي بناني تقريبا هو كمثل وكقدوه للشباب المغربي وحنا تقريبا كشركه يعني ما عندناش غير زيوت ديال السباقات عندنا حتى زيوت العاديه بالنسبه للناس اللي كيتحركوا بسياراتهم العاديين كان لابد ان نقتربوا من السي بناني باش يعني تقريبا نكون واحد الشراكه يعني ديال رابح رابح وقربنا ك ك ك ك كعلامه تجاريه اللي كتخص جميع الشعب المغربي اللي عنده تقريبا سياره ممكن يستعمل منتجاتنا والماركه ديالنا راه الاشاره ديال كل عندنا جميع المنتجات اللي خاصه بجميع الاستعمالات وهذا هو كان الهدف لان تقريبا السي مهدي بناني عنده سمعه كما قلت وكقدوه للشباب المثابره ديالو والالتزام ديالو ونتمنى على الله ان هذه الشراكه تكون فيها صالح للجميع لا بالنسبه لسي بناني ولا بالنسبه للموتول ولا بالنسبه للزبناء ديالنا ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.